خرج من دور الثمانية. هنشوف هنا احمد حسن مكي فاول خارج حدود ال 18، 6 7 لعيبة في الحائط البشري بيرجعوا محمد فاروق يرضى كده كمان. دخلنا في 70 دقيقة، تلت ساعة على نهاية المباراة. شوف احمد حسن مكي 10 ياردات في مساحة يقدر يعملها بقى مكي. الحاجات دي بيستغلها كمان حسني عبد ربه في النادي الاسماعيلي، بيلعبها كويس جدا احمد حسن مكي، لكن تغير اتجاهها مش ممكن. هدف، هدف احمد حسن مكي، هدف في الدقيقه 71. بتغير تخبط اتجاهها، يعني تخبط كده في الحيطه وتغير اتجاهها وتروح على شمال محمد عواد عشان يبقى هدف اول لمصلحه سموحه في الدقيقه 71. احمد حسن مكي هدف في الدقيقة 71، اتعملت كده حطها بتخبط في الحيطة وتغير اتجاهها. ادي التعاد مرة تانية، ادي الراجل اللي خرج من الحيطة لمست كده، نشوف بقى لمست مين، غيرت اتجاهها لكن ما يقدرش يعملها حاجة محمد عوض. هدف اول، يعني هنشوف 19 دقيقة هتبقى